انا مبسوطه جدا بشكل عام من المسلسلات اللي بتتعرض اوت اوف سيزون, لان هي بقت بتتكلم الكتاب عندنا كتاب هايلين بيتكلموا على البيت المصري, يعني دخلوا جوه المشاكل البيت المصري وازاي الست بتحب وازاي الست بتغير وازاي الست بتتخان وازاي هي ام وازاي هي خايفه على بيتها مش عارفه تعمل معادله ازاي. فده مهم جدا انه يتقال ويطرح. فده اللي جالي ان هم بقوا مش عارفين انا خايفه على اولادي ولا انا سلطان موافق ان هو يخوني ولا هرجعه تاني بيتي ولا والحقيقه هاني كمال كان عامل سينا حلو قوي ان احنا ابتدينا نصالح بعض بالاغاني اللي على الموبايل يعني, فدي عملت ردود افعال جدا. فبقى يجي الاغاني اللي انا نازله بيني وبين سلطان, وكان في كلمات بينها وبين سلطان لما جاب لها هديه فبتقول له انا ما كنتش الهديه بالكلام احلى ما تخلي واحده تشتري هديه ليا. فهي كانت بتوجع, كلماتها كانت بتوجع. جزء الامومه الطاغي انا انا ماما قوي يعني انا لا لما جميله بس انا والله يعني بحاول انصحها بس مش بتدخل قوي يعني في الحياه, بس انا ماما خوافه يعني سخونيه فتلاقيه خراشي زي في اهواك اللي بوسه يعني انا اهواك اقرب لامل اللي هو اللي بوسه والسخونيه والبسي ايه والبسي تقيل بقول لها يعني انا علمتها زمان ان الصدق اهم حاجه وان هي تبقى في يعني ملتزمه وبتاع. دلوقتي انا لما باجي اروح لوكيشن فانا شايفه ان كل الجيل بتاعي مش ملتزم, فمش عارفه انا ندمانه ان انا علمتها ده ولا انا بقول في الاخر لا صح الا الصحيح وان شاء الله ربنا هيعوض اللي انا عملته ده بخير, وانا واثقه ان انا ربيت صح وبنصحها ان هي بس تبقى واخده بالها من شغلها وتفضل ملتزمه. برضه عندي حب فرصه اخيره اخرج استاذ شيرة سلام وبطوله دلال بحيري وفراس اسعد ومجموعه كبيره من الوجوه الجديده البنوتات الجميلين, بيتكلم على برضو تربيه الولاد. هو عمل زي دومز بيت طالبات بس المستوى العالي جدا, وعمل من نوع اللي ان هو عايز يخش مجلس شعب دخل 10 مجاني من المستوى الثاني. فانت عايز تشوف تضارب العائلات عامل ازاي, عايز تشوف الصغيرين دول عايزين يوصلوا للعليل ازاي وبشكل عليم ببيوتها وكده. انا عامله للي بالنسبه ليا بقى عشان ما نحرقش المسلسل, انا عامله دكتوره نفسيه في الدومز. هو ده الجديد اللي انا عاجبني, دكتوره سايكو شويه عندها حركه بتعملها كده, دي هسيبها لك مفاجاه في المسلسل عشان الناس تتفرج. هي شويه يعني حابه الولاد, ما تعرفش هي ماديه ولا مش ماديه ولا هي طبيعيه يعني, خلينا نشوف مع بعض. شهيره سلام كانت بورق حلو قوي الحقيقه قوي, اشتغلت حسيت ان هي تقدر تبقى, هو مسلسل دراما قوي دم, فانا حسيت ان شخصيتي ممكن تعمل امينه هي اسمها, ممكن تعمل كوميديا شويه مش كوميديا كوميديا لايت كوميديا دراما يعني. فطفيت عليها في حته من عندي كوميديا كده شويه بشويه كلمات. هتشوف ان شاء الله يا رب. قريب في عندي فيلم بحضره شويه رعب, بس لسه لم يكتمل العناصر الابطال والحاجات, وبرضو الاسم لسه مش متحدد وانا ما اعرفش اقول حاجه غير وانا ان انت عايله. انا متفائله ب 2018, يا رب نبقى عند حسن ظنكم يعني, ويا رب لو في اي حاجه مضايقاكم مني تبقوا تبعتوا لي وتقولوا لي, وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم وانا بحبكم.